بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. النهاردة إن شاء الله هناخد آخر جزء في تصميم القعدة المنفصلة المعرضة لعزم متعاكس، وده آخر جزء بيبقى سهل جدا اللي هو إيجاد الحديد. طبعا لازم يجيب حديد في الاتجاهين عشان المومنت مختلف في الاتجاهين. فهنجيب المومنت إزاي أو الحديد إزاي؟ طبقا للكود المصري يعني نجيب الام اي على الجي في الدي في الاف ييلد، والاري اس 2 ام اي على الجي في الدي 2 في الاف ييلد، وابتدي اقارنها بالاري اس مينيمال اللي هي 0.0015 في 100 في الدي اي، والاري اس برضه 0.015 في 100 بس في الدي 2 اي. وبعدين ابتدي اختار الحديد بتاعي، عددهم طبعا اقل عدد قلنا هو عباره عن 5 واكبر عدد هو 10. اما بالنسبه للاقطار فالقطر بتاعي بالنسبه للفاونديشن هو 12 فاي 12. وابتدي اشيك على البوند بتاع الحديد بتاعي، فبجيب ال LD I عبارة عن 60 في فاي اي، وال دي 2 اي عبارة عن 60 في دي اي، وقارن دي بالسي اي ودي اقارنها بالسي 2 اي، وابتدي احدد هل السيخ بتاعي هيبقى شكله يو ولا شكله ال. طيب جبت الحديد، طبعا القاعدة بتاعتي على شكل مين؟ مستطيل. فزي ما تعلمنا القاعدة اللي بتبقى على شكل مستطيل بنحاول نركز الحديد اللي هو في الاتجاه القصير في مسافة اسمها بي، نفس المسافة بي ديت. طيب نسبة الحديد ده قد ايه؟ يعني نسبة الحديد اللي موجود ده على الحديد الكلي عبارة عن 2 على بيتا زائد 1، حيث بيتا عبارة عن اللونج سايد اوف فوتينج اللي هي ال على الشورت اللي هو بي. يبقى انا هقدر اجيب نسبة الحديد اللي هيتحط هنا. طب اللي يفضل منه هيتحط في الباقي هنا. خلي بالك ان الجزء ده يعني مش هيبقى مهم لو ال والبي قريبين من بعض، هتلاقي ان الدنيا متشابهة فمش هيبقى فيه مشكلة يعني، لكن لو المسافة كبيرة لا هنركزها في الجزء اللي هو المسافة بي ديت. اخر خطوة بقى ان انت تبتدي ترسم الديتيل بتاعك. خلي بالك ان العمود بتاعك لازم هيبقى فين؟ في النص. وادي الاري اس اي بتاعتي، الاري اس 2 اي ده اللي هي الاري اس اي، وده الاري اس 2 اي ده بيبقى 1 فاي 10 اللي هو بيربط البراندة اللي بتربط السياخ بتاعتي. حديد ليها ال وليه بي عشان ده طبعا شكل مستطيل، وده سمك الخرسانه العاديه ايا كانت وسمك الخرسانه المسلحه، وطول الاشاره بتاعه العمود غالبا بناخدها 1 متر او 60 فاي. وبكده يبقى خلصنا تصميم الايزوليتد فوتين سبجكتد تو ريفرسبل اي مومنت. هيبقى فاضل لي اخر جزء في الشابتر بتاعنا اللي هو شابتر 2 دوت، ان احنا ناخد الايزوليتد فوتين برضك معرضه لعزم، بس العزم ده هيبقى باي اكسيال مومنت، وده اللي هنتكلم فيه في الاجزاء القادمه. شكراً.